كتاب الغاز الدوائية أو ثيرابيتيك بازلز بإصداره الأول هو كتاب أنا عملته بهدف إنه نقدم المعلومة الدوائية بشكل سؤال وجواب سريع، أوكي، بحيث إنه الأطباء والصيادلة يعني يلاقوا الأسئلة هي ممتعة وبنفس الوقت يستفيدوا منها. والجزء الأول هذا بيحوي على 380 لغز دوائي وبتشمل مواضيع مختلفة. تم وضع اللغز قدامه طبعا الجواب باللون الأزرق، وحتى بالنسبة للمصطلحات الدوائية أو الاختصارات كمان تم تضمينها ضمن هذا الكتاب. أوكي، ففيك طبعا تبدأ بالتعرف على المصطلحات مع المقابل لها بالإنجليزي، أو فيك مباشرة أنت أثناء قراءة اللغز وجوابه أنت فيك تشوف هالمصطلحات هاي بحيث تتعرف عليها أو تعرف معانيها. بالنسبة للإجابات مثل ما لك شايف هون، السؤال مع جوابه باللون الأزرق، كل سؤال تحت الجواب، كل سؤال وتحته الجواب بطريقة ممتعة. وأيضا تم إرفاق الكتاب الصوتي هذا مع الكتاب المقروء، بحيث لو أنت كنت حابب تسمع هذا الكتاب ففيك تسمعه ضمن منصتنا الدوائية بأي وقت بدك اياه، سواء كنت بالصيدلية أو بالمستشفى أو العيادة. أوكي، أنا طبعا بنصح بأنه يتم عمل مراجعة على الألغاز كلياتها يعني كل 3 ل6 أشهر لحتى تبقى متذكر هالخبرات الدوائية. أوكي، بتمنى تستفيدوا من هذا الكتاب بالممارسة سواء كنتوا أطباء أو صيادلة أو ممرضين. وإن شاء الله أكيد حيكون في إصدارات قادمة أيضا من هذا الكتاب حتى يشمل أكثر من 1000 لغز دوائي بالإصدارات الجاية.